علاش غنقسموا هاد الاعتماد بشنو نقسموه؟ لان الاعتماد الاول فيه 42 والاعتماد الثاني فيه 972 نضموه هو عطيونا مبلغ اللي هو 200 درهم وهاديك الساعه نقسموه نشوفوا كل واحد انتم دابا عندكم مناقشه فيما يخص المبالغ اللي تخصها كل مشروع على حيده غادي نناقشوها ولكن نناقشوها من المليون ديال الدرهم ماشي نناقشوا الميزانيه الاولى ديال الفائض التقديري اللي هو ديال الميزانيه وعاد نعود للموضوع غنضيعوا الوقت دابا عندنا مليون ديال الدرهم 414765 عندنا مجموعه مشاريع اقترحتهم يجيبوا ميزانيه هما فين غادي نناقشوا واش هاد الميزانيه هادو قاده انا ما قاداش واش نزيدو ما نزيدوش اذا غادي نبداو خدامين من المليون ديال الدرهم هذا هو المقترح ديالي انا ممكن نعرضوا على مجلس التصويت ديال يعني مادام ان عندنا واحد الميزانيه اللي هي جات من السير واحد الميزانيه جات من الملغات نجمعوهم ونخدموا عليهم حيت انا بنتي ديالي بحال لا بغيت تخدم انا 142 في الاولى هي اللي نخدمها عاد هو علاش نديروا دابا مجموع المبلغ راه عندنا كامل خوات يعني ما بين النقطه الاولى والنقطه الثانيه يعني البرمجه بصفه عامه ككل يعني خاصنا نشوف انا غير بالنسبه كيبان لي يعني شي اقتراحات على اللجنه هي اللجنه يعني مشكوره على الوضع ديال هاد مع اننا حنا كنعاود ناكد بان يعني رئيس اللجنه ونائب الرئيس يعني في التسيير ديال المكتب يعني راه هذا تتنافى وسجل معك يعني الماده 26 راه يعني راه قايله هذا الشيء يعني راه الشرح مزيان بالنسبه يعني كنعاود يعني كنشكر اللجنه بالنسبه كاين اقتراحات كنشوف يعني 40 مليون يعني راه ما كافياش بالنسبه للتوسيع والمرافق الاداريه ثانيا يعني ما ضفتوش واحد القدر ديال بالنسبه للكهرباء يعني كما كتشوفوا يعني راه الجماعه غاديه وتتوسع عندنا يعني كاين الزيرو كاين يعني ما تيخرج يعني باش ما ناخذوا واحد الطرف ثاني تعطوا نحطوا في الماكينه بالنسبه علاش من بالنسبه للمراكز الصحيه هو بالنسبه للمركز الصحي ديال المكتب الصحي يعني كتقول ديال الاعتمادات نتو مش علاش ما نحطوا حتى حنا حتى واحد الطرف بالنسبه للصحه لا الاصلاح ديال هاد المراكز الصحيه لا في العنانات ولا في السكوره علاش هما ما تحط لهم واحد الطرف حتى هو اللي بغي الاصلاح واللي خاصه يعني لا من تجهيز لا من الماء ولا من الضوء ولا من شي المهم هذا غير بصراحه نشوف بسم الله الرحمن الرحيم انا اسمي عبد الصادق عشاق اللي رئيس جامعه سكوره الحدراء كنتكلم في هذه المشاريع ديال جامعة سكورة الحدراء بداية ديالها من 2015 إلى لهذا 2018 الحمد لله رحنا غاديين في إطار الساكنة وفي ذاك المطلبات ديال السكان اللي هما كاينين عندنا في جامعة سكورة الحدراء راه عندنا واحد 22 دوار اللي هي راه تنزلت منها الحمد لله تقريبا شي 18 دوار اللي هي راه فيها عندها الربط الفردي اللي هو دخلناه في الديور واحد العدد اللي هو من المساليك واحد العدد اللي هو تعاوننا مع الجمعيات المجتمع المدني في تسيير شي تسيير مبلغ مالي اللي هو كيتراوح 246 مليون الممرات اللي هما كاينين ما بين الدواور راه كل سنه كنخدموا تقريبا كاين السنه اللي حنا كتمشي ل 40 كيلومتر 25 30 هاد السنه ديال 2018 اللي حنا الحمد لله راه تلبات لنا فيها النيده ديال واحد الطريق اللي هي 2102 بمجهودات ديال السيد عام الاقليم الرحامنا وصاحب الجلاله الله ينصره حنا يعني كانت طلبات كثيره عندنا في جامعه سكوري الحدراء من هذا الطريق وكيعانيوا منها الناس مده 10 سنوات وجميع الدواوير ديال جامعه سكوري اللي هما كانوا كيعانيوا منها راه هي تبدات الحمد لله في 2018 وعدد الانجاز ديالها غادي تكون فيها حتى 18 شهر وكانت عندنا الحمد لله خاصه واحد التوسيعه في هذا المقر اللي حنا واقفين فيه راه حنا برمجنا ليه واحد العدد واحد المبلغ اللي هو ديال 55 مليون سنتيم باش يكون فيه توسيع ويكون عندنا فيه باركين فين نحطوا السيارات ديالنا المجهودات اللي هي قامت بها كاع جميع الجهات اللي تعاونت معنا وهي الفلاحه والعماله ومجلس الاقليمي والجهه عاونتنا بواحد الكميه الحمد لله اللي هو شاحنه كيلحق الماء للدواور اللي يكونوا عطشانين او شي دوار يكون فيه شي دوار اللي هو يكون فيه الماء يعني وقف لنا يومين او ثلاث ايام نقدروا نعتقوه في هذيك الشاحنه ونضيفوا الماء الحلول اللي صالح للشرب المجلس يعني كيقوم بواحد المجهود جبار في هذا التاريخ اللي حنا غاديين فيه الحمد لله من جهه لهاد المشاريع اللي كيخصونا كاملين والساده الاعضاء كيجيبوا ديك المشاكل اللي هي واقعه عندهم في الدواور وشنو اللي خاص وكنجتمعوا هنا يعني كنجتمعوا ربما كنجتمعوا خير ماشي نجتمعوا شر هو في واحد الجهه راه فيه شر وخير
يعني شر وخير كتكون ما بين الاعضاء، واحد بغى واحد الحاجه ما وجدتش ليه، والرئيس ما وجدش داكشي اللي هو خاص، ولكن الحمد لله كاع الجهات اللي مختصه في المغرب وطلبنا منها طلب راه كتعاوننا، وبالخاص عملات اقليم رحامنا. عاوننا المجلس الاقليمي واحد 13 كيلومتر في هذه السنه ديال 2018، والمجهود من عامل اقليم رحامنا. عاود غادي تكون عندنا واحد الشاحنه اخرى ديال داك سميتو اللي ما كانش الاسم ديالها مزيان، ديال تطهير وسائل التطهير اللي هي كاينه. انت عندنا واحد جوج دواور اللي هما الحمد لله فيهم التجهيز من الواد الحار ومن الواد الحار ومن اللي هو صالح للشرب. عندنا واحد العدد اللي هو كنتمناو ان شاء الله يكون ديال المسالك اللي راهم باقيين غاديين يتنزلوا في هذا 2019، زائد البرمجه اللي هي برمجه الحمد لله. وحققنا هذه السنه الماليه ديال 2018 اللي حققنا فيها الفايض ديالها، وهو ما يزيد على 141 مليون اللي ما كانش عندنا حنا هذا الفايض اللي كان كيتحقق مجهودات من يتحقق هذا الفايض، وهو من المجهودات ديال اللجنه الماليه واللجنه اللي مكلفه بالصفقات. هذيك اللجنه اللي مكلفه بالصفقات كتمشي في واحد الاقتصاد مالي، والجمعيه او اللجنه الماليه هي مواكبه الاقتصاد المالي في الجامعه ديال سكوري الحدرة. والحمد لله احنا فرحانين بهذا الفائض، وحنا برمجناه في هذه الدورة اللي هي احنا كنتكلموا عليها اليوم، راه تو برمجناه في المسالك، في توسيع المقر، في على حساب الماء، على حساب الكهرباء، وكنتعاونوا مع الجمعية الثانية بخص واحد الجمعية اللي هي كاينة في جمعية مجموعة المدارس ولاد الحسن، راه دار شي نشاط اللي هو غادي مزيان الحمد لله، يعني جبار.